هنا زاهر بهالليلة كريم، زاهر على وضح النقا، يا مرحبا يا مرحبا بأحلى ليالينا هنا زاهر بهالليلة. غنى طيب غنوا دندا، طلوا عليكم برمضان زاهر بهالليلة كريم. وقبل هنا خير الشهور رمضان، يا كثر السرور محتار في القلب الشعور زاهر بهالليلة كريم. زاهر 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 بهالليلة كريم. المتسابق المتسابق الحائز والحاصل على الجائزة الكبرى لهذا البرنامج وهي سيارة مرسيدس، نقول للمتسابق البطل الضرغام الذي أبدع وتألق طيلة الأيام الماضية، نقول ألف 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 مبروك لك يا مفلح المشعلي. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. مفلح سهل، الف مبروك سهل سهل، ويجزاك خير يا ابو عبد الله. معي على المسجل مفلح المشعلي، زملائك يحتفون بك بمناسبه حصولك يعني على دقيقه واحد ابو سعد. دقيقه جائزه مرسيدس، اكيد في مشاعر كبيره الله يطول في داخلك وثقه الناس، يعني ملايين الجمهور اللي يحبون مشعل. عفوا مشعل مشعل مفلح ما غير اسمه، حلو اخو مشعل. طيب مفلح مفلح، ايش تقول للجمهور اللي تابع وصوت يعني تعبوا كثير بطاقات سوا حتى فاز مفلح المشعلي وزين وموبايلي؟ الله يسعدك يا حبيبي. تعال نديره تعال. ايوه كيف كذا؟ الله يسعدك يا حبيبي. اول شيء شرحت بيانات ولا اتصال؟ اتصال. اي اتصال. اول شيء الله يبيض وجيكم والله يعطيكم الف عافيه، شكرا لكل من صوت، شكرا لمحبين مفلح المشعلي. انا هل خشبه المسرح لي 7 سنوات، اخر لقاء كان مع الاخ ناصر الغامدي فعلا. نعم. وناصر الحربي اللي كان مذيع هنا وانا كنت متسابق عنده. والله يعطيكم الف عافيه، بيض الله وجهك. لكن المرسيدس تستاهل تستاهل. انا عندك على الجائزه، تفضل مكانك. طيب المفتاح بعطيك اياه ان شاء الله. متى؟ طبعا راح يكون في كوبون من ملاهي حكير. ملاهي حكير ولا العاب الظاهر بتوقف على ملاهي حكير. العاب حسين ان شاء الله تاخذ كوبون تتجه لالعاب حسين وتحصل على جائزه. تحيه سامي حسام، تحية الساهل. راحت عليك ابو حسام، راحت. تحياتي واشواقي، اهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف اليكم. احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. ناصر الحربي، مساء الخير والاحساس والطيبة. حبيب القلب، مساء النور والسرور، اهلا وسهلا. اتمنى لكم ان شاء الله ليالي رمضانية سعيدة، عسى الله يقبل منا ومنكم جميعا طيب الاعمال. ناصر الغامدي ما شاء الله وين ما تحل منور بسم الله عليك، سواء كان بالخيمة ولا كان بالمسرح ولا في أي مكان. أول مرة أقف على خشبة المسرح تقديما للفقرات الثقافية، ولكن اليوم أنا ما وقفت علشان أقدم مسابقة ثقافية، اليوم وقفت أنا وإياكم علشان مشروع اللي بدأنا فيه في شهر رمضان المبارك، وهالمشروع اليوم إن شاء الله ما راح نخلص هالدقائق القادمة إلا مقفلينه مقفلينه بإذن الله. تبقى تقريبا 17,000 متبرع من 300 ريال لوقف الرحماء اثنين تابع لجمعية عروة الخيرية. لكل متسابق موجود معنا 600 درجة 1200 سهم نوزع البرنامج كامل، كل متسابق له 1200 سهم هو يتكفل بها مو من جيبه، تسويقا على الشاشة وتسويقا بالسوشيال ميديا. يا سلام. من منكم يقول أنا لها؟ أنا لها. 1200 سهم يخلصها بشكل سريع. يلا يا مساعد يلا. انا لها ولا قصور في مجموعتي، مجموعتي الاساطير هير، مجموعه الاساطير. ولكن انا بقول لك طول عمر السلامه، احنا في فضل كريم. كم 1000 وكم؟ كل واحد منكم له 1200 سهم. 1200 سهم، انا طول عمر السلامه اللهم لك الحمد، 1200 سهم نقدر نقفل انا وجمهوري. جمهوري يحبني، تحس من جمهوري مثل جمهور مش مفلح. استاهل جمهوري يحبني انا. الله يوفقك يا حبيبي اساطير. فلذلك انا اوجه كلمه لجمهوري اذا تسمح لي. تفضل طال عمرك. وكلمة إلى جمهوري الله يبيض وجيهكم. الزواهب، قول هذا قرب دعني ولكن الجمهور الزواهب. الزواهب بإذن الله بإذن الله كلنا مع بعض. احنا في برايم، إذا تبغون ترجعوني من البرايم
1600 سهم 1200 سهم من 300 ريال من 300 ريال اي نعم فباذن الله فلذلك باذن الله نحن نقفلها باذن الواحد لحن. باذن الله ممكن يسال البعض يقول كيف تعرفون المساعد قفل 1200 سهم جميل. سؤال منطقي صح؟ صح طيب راح يكون في روابط لكل متسابق رابط خاص باسمه كفو الحين راح يغرد فيه في حسابه في تويتر في سناب شات على الشاشه يتكلم ويقول روحوا الان تويتر المهم كل واحد منكم ملزوم ب 1200 سهم كفو المتسابق اللي يخلص اول واحد ب 1200 سهم له جائزة 20,000 ريال مقدمة من مؤسسة الخير الوافي للخدمات التسويقية. الله أرحمه. الله أكبر. طبعا الموضوع رزقي رزقي عيالي. شفت كيف أول واحد ينجز هذا الأمر طبعا حنا باب التنافس وفي ذلك قبل التنافس المتنافسون أبو بكر الصديق وعمر الخطاب كانوا يتنافسون على فعل الخيرات وكان أبو بكر دائما يسبق عمر. وكان عمر جثى على ركبتي عمر الخطاب وقال أتعبت من بعدك يا أبا بكر أتعبت من بعدك يا أبا بكر إحنا ودنا نشوف من المتسابقين اللي راح يحصل على الإنجاز الأول ويقولون له زملائه أتعبت من بعدك يا سالم حزام أتعبت من بعدك يا مفرح المشعري بإذن الله من الأول اللي يحصل على 20,000 ريال والرابط راح يجهز إن شاء الله اليوم من بكرة راح يوزع عليكم كلكم بإذن الله هالفكرة جت علشان نسهل الموضوع ونبسطه على اخواننا المتسابقين وايضا على الجمهور الكريم مفلح المشعري ايش تقول فريق الاساطير قبل مفلح سم. واحد منهم راح يفوز فيها باذن الله باذن الله باذن الله طيب عندي راي ابو عبد الاله والدعوه مشاور صحيح ورا ما تخلي كل فريق له رابط يعني رابط الاساطير ورابط المبدل ايوه نجمعها كامل يكون افضل وال20000 تتقسم بين المجموعه أيوة لا والله. لا هذه بيكون فيها التكاليه بيكون فيها التكاليه الافضل والله عشان الشباب هو مجرد راي ابو مجرد راي بس والله لا بس لا طيب اوكي لا بالعكس كلام جميل عموما هي في الاخير يعني ان كان تبغونها بالحسبه هي فرديه لكن اذا كان تبغونها بالجماعه في الاخير نحسبها حسبه بس عشان بينكم عشان نرضي انت شاور الجماعه في الدار الارضيه بس يمكن يوافقون والله شاور الاهل الدار الارضيه الدار الارضيه مواقف سيارات لا لا تعال بالبي 1 بي 1 بي 1 حلو عندي مشاركتي الله يسعدك سم يا مرعي سريع باقي لنا 17,000 سهم من 300 ريال اولا يا ابو عبد الله يلا الايتام ينتظروننا انا احب ابارك للجميل والمقدم الحاصل على المركز الاول في العالم كله والله. كمل الأوقاف كلها ناصر الغامدي والله العظيم يستاهل أبو عبد الله الله يجزاك خير الله يبارك فيك هذه فيها 10,000 الحال يستاهل الله يرفع قدرك الله يطول عمرك بس والله العظيم إن المشاعر إن حنا فرحانين من فرحتك يا أبو الله يطول عمرك يبارك فيك عسى الله يوفقك أنت خبصت الاسم خبص هو المذيع الأول في العالم المذيع الأول في اكتمال أوقاف الخير هكذا يعني المجتهدين والمحبين كرموني في يوم من الأيام شكرا لك يا من المشاعر تلخبط الكلام الله يحق لكل فخر ابو عبد الله شاور الاهل طيب. ورجع شكرا لكم طيب نجيكم الان عيد سعود عندنا الان الوقف احنا اليوم وقفنا على المسرح وان شاء الله كل يوم نكون على المسرح سته رجال بين مجموعه الاساطير وين الاساطير انتم اساطير حلو مجموعه مبدل لا لا عندنا 17,000 سهم من 300 ريال في محترف ويكتمل لها المشروع الجبار للايتام اللي اليوم ينتظروننا ويقولون يا باغي الخير أقبل اليتيم اللي عمره تحت 15 سنة وفقد أبوه العيد مقبل وهو في رمضان يشوف الناس بدأوا يتقضون العيد اللي يعني جيد وإلا في رمضان يفطرون على أحلى الموائد هو ربما أنه يكون محروم وش بيقول عيد للناس اللي شاهدونا الآن حتى نكفل الأيتام والأرامل والمطلقات وغيرها من أعمال الخير جمعية عروة الخيرية أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وجزاكم الله خير يعطيكم العافية أبو عبد الإله على هالمبادرة الأيتام والأرامل جزء منا يعني لو التفت يمين ويسار تبي تلقى يعني ما في أحد من يعني ما في أحد من قرابته ولا يلقى أيتام يلقى أرامل فالحمد لله مثل الجمعيات هذه سهلت عليك أنك تروح لل يعني تبحث عن هالأيتام وهالأرامل ومصدر يعني مكان موثوق انك تدفع زكاتك صحيح. تدفع صدقتك تدفع الجمعيات وهالجمعيات هذه هي اللي توفر المقاضي العيد إيه. وكسوة رمضان وال علشان يعيشون مثلنا صحيح. مثل اطفالنا كلام جميل وجزاكم الله يعطيك العافيه عيد بيض الله وجهك طيب جمهورنا احنا بس نذكركم في هالمشروع وفي هالوقف المبارك وقف الرحماء اثنين المرحله الثانيه
ينتظرونكم جمعية عروة الخيرية. كيف تتبرعون؟ التبرع التطبيق الراجحي موجود، رح بس تحويل ثم جهة خيرية ثم اكتب فوق عروة بالألف مقصورة ثم الوقف الخيري وتبرع. سهم الفرد 300 ريال، الوالدين 600 ريال، عندك أقل عندك أكثر، ترى القليل عند الله كثير. يلي ما عنده 300، بعض الناس يقول والله ما عندي 50 ريال يا ولدي، ولا واحد يقول ما عندي إلا 20 ريال. ادفع دامك في شهر الخير، خلك مثل قدوتي وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. هذا موسم من مواسم الطاعات، وازيدك من شعر بيت تراك بتكون مع حبيبك محمد في الجنة كهاتين، لأنك بتكفل اليتيم. ارسل الإيصال على رقم الجمعية الموجود أسفل الشاشة. واليوم حنا واقفين على أقدامنا، وأعتقد من زمان ما قدمت وأنا واقف، وأحس بديت أنتفض كذا وبديت أعرك، ما تعودت دائما جلوس مع المشايخ الله يحفظهم. طيب انتظر تبرعاتكم ونقرأها على هواء مباشرة، لعل وعسى في الثلث الأخير من الليل الآن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه فيقول إيش؟ هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالله ينزل نزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه. إذا نستقبل الرب سبحانه وتعالى بصدقة يتقبلها منا ثم يدخلنا الجنة برحمته. يا زين هالشعور إذا استشعرناه زين داخل قلوبنا. نروح البدر مطرفي، اعطونا التبرعات، اكيد عندكم جمهور. بما ان اول فقره لنا في هذا المكان الجميل، هذا اول سهم مني انا عني وعن فريق مبدل وعن فريق الاساطير الله يوفقك. حلو. وعن والدينا باذن الله، ونسال الله عز وجل القبول بحول الله وقوته. شباب ممكن تطلعون جوالاتكم عادي، حطوها على هذه المنضده اسمها دي صح؟ اذا تسمح. إيه. فحطوها، والجمهور بيجونكم في الخاص في تويتر او بسناب بيرسلون الإيصالات. السهم 300 ريال، 17,000 واحد من جمهور الخير، جمهور محبي قناة بداية يلي تتابعنا. خلك اليوم تفرح الأيتام والأرامل والمطلقات ومن عنده تفريج كربة. 300 ريال بس، 17,000 واحد قوم تعاونوا ما ذلوا. خلونا اليوم نتعاون، وأنا أولكم بإذن الله أني لا تبرع الآن، وأدخل تطبيق الراجحي وأوريكم الإيصال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نحن إن شاء الله قول وفعل ونرجو من الله القبول. من بيتكلم؟ عيد أبو عبد الله إذا تسمح لي. أنا صراحة بدأ البرنامج وكثير يجوني على الخاص بسناب وبتويتر أيضا يقولون نبي نسوي لك حساب دعم، ما عندك حساب دعم. فأنا اعتذرت منهم كلهم. ليش؟ إنه دعم وش ما حنا يعني بمسابقة فردية علشان يصير في حساب دعم، و اللي يبي يقول كلمة حلوة، اللي يبي حنا عادي. الله يا أبو سعود والله بطل، والله بطل. إذا دخلنا في عمل الخير كلنا متشاركين. إذا دخلنا تويتر حصلنا فرصة فاضية كذا نقرأ ونشوف الكلام الطيب والمدح، ونشوف برضه الانتقاد. لكن دام الدعوة تنافس، والله سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وسابقوا، يعني الدعوة هالحين قال أبو عبد الله إنه فيه تنافس وفيه جائزة 20,000 بإذن الله تعالى. راح أذكركم إن شاء الله إنه نهاية البرنامج راح تكون 20,000 من نصيبي، وراح تتوزع بإذن الله تعالى على فريق الأساطير. لكن اللي جوني واعتذرت منهم يرجعون يسوون حساب دعم. تكفون حساب دعم. حساب دعم وسموني تبون دعم عيد سعود، دعم أبو حنشل، دعم اللي تبون بس. دعم أبو حنشل. أنت الآن طلبت فريق دعم رغم رفضك في البداية. أنا لأجل اليوم في مشروع وقف الرحمة ولا لا يعيد؟ نأجل الخير وعمل الخير. أجل الخير. تنافس بالخير و. الحناشل اسمه. طيب. يلا. طيب. حساب دعم الحناشل. يلا خلونا الحناشل عيد يقول لكم يا جمهور وداعمي عيد سعود، وعيد ما شاء الله ما يحتاج إلى دعم، عمره تعدى 50 ما يحتاج دعم، أخذ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. لا زال شكله واحد لأنه في العشرين. تبارك الله وأحسن الخالقين. أبو عبد الله التبرعات وصلت. ها يا عيد أقول أول شيء أقرأ عليه انفخ عليه هنا. ما شاء الله تبارك الله. بعدين ترى ما وصل عمري إلى 50، باقي يمكن 13 أو 14 سنة. عين خير. يلا عين خير. أوريك خلاص أوريك حفيظة النفوس. طيب شباب خلكم معنا، حنا الآن نبغى 17,000 سهم يا ناصر الحربي. ناصر يلا تكفى، ترى تكفى تهزر الرجاجيل. الله لولا ظروف الوقت ما قلت تكفى. عندك يا مال الشحن في انستغرام حول 1,000,000 متابع، عندك في سناب شات حول ما شاء الله 800,000 إلى 1,000,000 مشترك. يا أخي نبغى 17,000. وين النجومية؟ وين المشاهير اللي مشعلين الدنيا؟ أنت اليوم ماخذ الكاب حق سناب شات وجايبه عندنا. نبغى
يبغى يمبلح شعر الدنيا. اقوى ذبه اول ذبه ذبت حلال يا ابو عبد الله. حبيبي انت اخوي تاج راسك. انا والله طالب تسمح لي يا ابو نايف؟ اسمح لك ليه ما اسمح؟ الله يبيض وجهك. اول شيء مساك الله بالخير. سريع. الله يطول ما سلمنا عليه والله. اول شيء انا طالب الجمهور اللي كان يتابع مفلح المشعلي قبل 6-7 سنوات ولا زال يتابع الحمد لله. الجمهور انكم الوقف يا جماعه الخير نبي الهمه الهمه الوقفه الوقفه يا جماعه الخير. كل من ذا الحين قام يدحم على 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 انه ياخذ المركز الاول. احنا جمهورك نبي من 1200 واحد بس 1200 سهم من 300 ريال، ما نبغى منك الا 1200 سهم. كل واحد لو عندك جمهور عددهم 1200 عطني تسمح لي تعطيني لقب يلقبونا وش اعطنا لقب المفالح الفلاليح المفلح لا المفالح لا المفالح المفالح الوجه المفالح اطلق اسم المفالح اطلق اسم اول فلاحين الوجه الفلاحين فلاحين فلاحين ذا بيجي معاه كريك كذا لا ما ينفع طيب كيف يدعم كذا يدعم كذا مفلح المشعلي طالب فرق دعم فرق الدعم يبغاهم يجونه انا اعتقد جماهير الشباب كلهم فرق دعمهم كلهم راح يجون مفلح المشعلي واول اللي سيتجه الى مفلح المشعلي استاذ مساعد ال زاهب كلمتك تعال كلمتي يا ابو عبد الله سريع في الوقت يا شباب نبغى نطلع عشان نبغى نقفل 17000 سهم كلمتي يا طول العمر السلامه اولا احنا يا طول العمر السلامه في شهر كريم شهر الخير احسنت الايتام يا طول العمر السلامه ينتظروننا يا طول العمر السلامه احنا نفرح ب 700 درجه ب 300 درجه فما بالك باليتيم اليتيم يفرح اذا وصله التبرع اليتيم ينبسط بالتبرع احنا في شهر كريم وشهر فضيل فلذلك نبغى كل من يشاهدنا يبادر واللي ما مع شيء ولا يقدر يبادر فيقدر يرسل الرابط للجروبات يرسل الرابط للاماكن وقول يا الله ثم قول يا ان الله يجعل ربي يقفل هذا الوقت باذن الله باذن الله ناصر الحربي 17000 واحد يعني احنا الان لما نتكلم عن شاشه قناه بدايه بالحسبه الرياضيه 17000 انا اعتقد سناب شات الشباب كل واحد عنده مئات الالاف وانا طلعت على ذلك ليش ما في تقدم نحو ال 17000 هذه المتبقيه من الوقت حتى نتبرع وهل انت متفائل انها تقفل خلال 5 دقائق يعني 17000 واحد الان مو معقوله ما يشاهدوننا والله انهم يشاهدوننا تصور انا احلف بالله انهم يشاهدوننا اكثر من 100000 في الشاشه ما بالك اليوتيوب يتبرق مشاهداته 25000 وزياده غير جاك وغير سي سي تي في ناصر ايش بيقول 17000 واحد يا ناصر أنا أقول بسم الله أنا أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء شهر رمضان المبارك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجمهور جمهور قناة بداية جمهور كبير جدا منتشر حتى في الوطن العربي وداخل السعودية وآلية التبرع من داخل السعودية سهلة جدا بالجوال بإمكانك تتبرع وأنت جالس في بيتك صحيح. وأنت مقابل للشاشة. الرسول اللهم صل وسلم عليه ذكر الصلاة والسلام أكثر من فضل في الأوقاف وفي رعاية الأيتام وكفالتهم بالإضافة إلى تفريج الكرب فكل هذه اجتمعت في وقف الرحماء والراحمون يرحمهم الله الرسول اللهم صلى وسلم عليه ذكر بأن أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وذكر بأنه من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة السلام. وذكر بأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية فأنا أقول والله إنها فرصة عظيمة بالإضافة إلى أن في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك لله عتقاء من النار هالمبلغ البسيط اللي هو يعتبر ما هو لك اساسا يعني انت جالس تدخره ليوم القيامه اما المال اللي في يدك الان تراه مال زائل انت راح تدخل قبرك في كفنك فقط الكفن ماله جيوب ومستحيل ان فلوسك تدخل معك في قبرك فانا اقول يا جماعه الخير مبلغ بسيط ساهموا فيه راح يبقى لك يوم القيامه باذن الله ويكون شفيعا لك من مشيئه الله تعالى ان قبله رب العالمين فلا تحرمون انفسكم الاجر والله انها فرصه عظيمه والف و700 شخص صحيح 17000 شخص من 300 ريال 17000 اللي انت مسؤول عنهم يا ناصر 1200 شخص من 300 ريال انا بالنسبه لي انا علاقتي مع جمهور قناه بدايه علاقه منذ الازل علاقه طويله جدا فانا متاكد انهم ما راح يروحون لاي احد غيري بيجون عندي كفو والله انك ايوه هذا التنافس نبي هذا التنافس نبي ناصر الحربي يعلنها وانا صراحه احب اللي دائما مبادر سبقك بها عكاشه يقول الرجال ما راح احد يسبقني بان اكون الاول واحصل على الجائزه باذن الله ناصر ما يبغى الدراهم انا عارفه شبعان ما شاء الله تبارك الله قل لا اله الا الله انا حاسب
أنا حاسد مفلح المشعري عمر سدس اللي جته. ما شاء الله تبارك الله. لا ما شاء الله هو كافي وحركات. قفلوه يا رجال قفلوه. كافي ما شاء الله تبارك الله. طيب حل الكافي. طيب مفلح خليكم معنا. ناصر الحربي يعلن التحدي يا سالم حزام. سلام. ناصر يقول 1200 سهم أنا مسؤول عنها من 300 ريال. يقول عندي 1200 سهم جايبينها الجمهور اللي يتابعوني والناس الآن يتابعونا. ممكن الآن بدأ التحدي مع ناصر. روحوا في هاشتاج البرنامج اليوم 6/7 صح؟ اليوم 6/6 روحوا الهاشتاج واكتبوا اللي يتبرع يرسل إيصال في الهاشتاج واكتبوا ناصر الحربي. خلنا نشوف هالجمهور اللي يقوله 13 سنة أشغل أمنا في البرنامج 13 سنة إعلام 13 سنة إعلام وخلنا نشوف الجمهور اللي معه. أنا بشوف الله يحفظ أمك ما يتابعك إلا أمك. إذا ما وقف معي الجمهور في هذه أنا بستأذنهم وأعرف إني رجل غير مقبول عندهم. يا سلام. فبقول لهم في أمان الله مع السلامة. إذا ناصر الحربي إذا ما تعاوننا على الخير ما عاد فينا خير يا أبو عبد الله. سلام سلام. طيب. ناصر الحربي يعلنها يقول اليوم سأكتشف قبولي عند الجمهور من عدمه وذلك بتبرعكم ب 1200 سهم كل سهم ب 300 ريال. أنا أتمنى أن أقل من 1200 سهم تي ناصر عشان يعرف ما القبول. طيب جرحك وصل يا غالي. سالم حزام أسلم. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحم عيان أرحم الله وبركاته. اتمنى شو اسمه عدم المقاطعه. ارحب ارحب الله حيه. اهلا وسهلا عليك. سلمت له انت بيض الله وجهك. جزاك الله خير. ايش حالك يا ود؟ حياك الله. حياك حالك ناصر. حالك سعيد. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. طيب انا اقول هذا المجال وهذا الميدان ميدان التنافس والميدان الوحيد اللي او الاهم والافضل اللي انت تتنافس فيه وانت راسك مرفوع وانت تحس انك تنجز انجاز مهم جدا سواء في مكافاه ولا ما في مكافاه. هذه من يعني تحفيزيه ولا حنا حتى 1200 وبنزيد على 1200 لكنك تقيس مدى قبولك عند الناس ترى بعد شيء طيب تشوف هل انت مؤثر هل لك محبين ودام حنا في وقف موثق ومحوكم ما عندنا مشكله نتكلم فيه حتى اخر رمضان ولو بعد رمضان شيء عزنا وجودنا شرف وجودنا فخر. لكن الشباب نسوا ان 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 فريق الاساطير وفرق الدعم عندنا يعني نشيطه جدا جدا وما بعد تحركنا ترى والله يعني الشباب اللي توهم طالعين ما شاء الله تبارك الله لا سلمان ولا دحام ولا مساعد ولا فيصل كلهم يعني انا خاف انهم ينصدمون بالحقيقه الموجعه. هنا يجيك لعب الشيبان صح 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 هنا يجي التبرع صح والتنافس صح والسابقه تظهر بيدها وانا اقول يجيبون طبلونهم في هذا المجال وهذا الميدان وهذا المضمار ونهايه البرنامج بنشوف من اللي بيكمل 1200 سهم ومن اللي مو مكملها. اللي مو مكملها ما يقدر يجيني وانا كملت 1200 سهم سنه 1200 سهم ويقول انا اكثر جماهير يمك صح. تويتر متفاعل ما شاء الله عليك ومقاطعك يعني فوق 100,000. اليوم احنا ما نبي منك الجمعيه مو بإحنا الجمعيه والايتام ما يبوا منك ال 1200 سهم يا فهد معيان اسمعني كل واحد في البرنامج متكفل ب 1200 سهم معكم انا زين معنا ايه. فتعتقد انه في 1200 سهم عند سالم حزام وجمهوره ومتابعيه باذن الله يكفلونه مو ببرنامج كامل اليوم 1200 واحد عن طريقك؟ لا باذن الله انا عندي يقين تام وهي توفيق من الله وان الله سبحانه وتعالى أراد لي القبول وأراد لي الأجر والله تقفل 1200 وتقفل 2400 وإن ما أراد إن شاء الله أنه لعله غدا وبعد غد تكتمل كلها بإذن الله بإذن الله. طيب اسمعوا الأخبار يلا والتبرعات اللي وصلت الآن من جمهورنا أهل الخير اللي يتابعونا خلف الشاشات الله يكتب أجرهم ويجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم. أول التبرعات بدر ابن دقيقة خلني أقرأ بدر عزيز بخيت المطرفي بيض الله وجهك يا بدر عني وعن فريق مبدأ وعن فريق الأساطير الله يرفع قدرك جزاك خير يا بدر يمنى وهنا تبرع كذلك هديت وبس خلني أدخل حساب الجمعية. طيب التبرعات الآن انهالت علينا منكم مشاهدينا أخواني وأخواتي. موضوع التبرع سهل أبغى أخذ عن طريق تطبيق الراجحي من يعطينا مثل المشعلي أبغى أدخل تطبيق الراجحي وأتبرع وين أروح سريع تحويل تحويل أيوة. بعدين تروح للجمعية خيرية جمعية خيرية تكتب عروة بالالف المقصورة زين ثم الوقف الخيري وثم الوقف الخيري وتبرع بالشيء اللي انت تقدر عليه لا تأجل عمل الخير. اليوم الى الغد بادر يا الربع بادر يا سلام.
فهد معيان كلمتك وطريقة التبرع عن طريق الأبل بي بشكل سريع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حياتين، حياة دنيا وحياة أخرى. الأصل أنه يعمل ويبذل في حياة الدنيا ليجي الحياة الأخرى، فمن باب أولى أن يعمر الإنسان ناره. كيف الآن الواحد لو بغى يبني بيت يشتري أرض ويدفع على الأرض هذه مال، ويدفع على المبنى مال، ويدفع على الأثاث مال، فمن باب أولى أن يدفع الإنسان لإداره في اليوم الآخر 250 ريال أو 300 ريال للسهم الواحد تكفل يتيما مدى الحياة. يا سلام. مدى الحياة هذا يعني أن اليتيم هذا ممكن أن يتزوج ويرزقه الله سبحانه وتعالى بأبناء. أنت كفيله وكفيل هؤلاء الأبناء وكفيل أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. المسألة ليست مجرد شخص واحد، أنت الآن لعلك تكفل جد عرب، جد قوم كاملين لهم صلاتهم لك مثل أجرها، وصيامهم لك مثل أجره، وزكاتهم لك مثل أجره، وهكذا هلم جرة. فأسأل الله تعالى أن الله يوفقنا وإياكم على فعل الطاعة. أما بالنسبة للتبرع، فإحنا دائما نغرد وننزل في السنابات وينزل في الباركود اللي ينزل في الشاشة، صور الباركود يدخلك على المتجر، حدد القيمة اللي أنت تحتاج اللي تستطيع أن تبذلها. تبرع بها أبل باي مباشرة، يجيك أبل باي كأنك تشتري من تطبيق، من أي تطبيق مباشرة تتبرع. لذلك 1200 سهم عند فهد معيان. نعم اليوم عندنا في فقرة كان يسمونها الشباب نخوة ثم نلغي الاسم، اليوم نقول نخوة لأهل الخير اللي يتابعونا وننخاهم. احنا ما ننخاهم لأنفسنا ولكن ننخاهم لأجل ذلك اليتيم. احنا وليس لأجل اليتيم، أنا أنخاك لنفسك. يا سلام يا سلام. لأجل دارك الآخرة، لأجل ذنوبك، لأجل يعني أن يصلح الله سبحانه وتعالى ما بينك وبين الناس، لأجل أن يصلح الله سبحانه وتعالى حالك، لأجل أن ينظر الله سبحانه وتعالى إليك، لأجل أن يقربك، لأجل أن يرفع درجتك. المسألة ليست لي وليست لليتيم، الله سبحانه وتعالى خلق اليتيم وهو الغني بيرزقه ويجعلها أغنى مني ومنك، وإنما يريد اختبارك في مالك الذي لديك، هل أنت ستبذله في مصارفها الصحيحة؟ هل أنت ستشتري نفسك يوم القيامة؟ هذه هي الفكرة. ولا إحنا ليش نطلب يعني؟ ما هو بدخل علينا شيء، واليتيم بيتكفل به الله سبحانه وتعالى. يا أخي الله سبحانه وتعالى تكفل بالنبي وهو يتيم الأب والأم وحورب وطرد من مكة ثم طرد من الطائف ثم ذهب إلى المدينة، تكفل به النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالبخاري وهو يتيم فجعله إمام من أئمة الحديث. الله سبحانه وتعالى تكفل بأحمد بن حنبل وهو يتيم وجعله إمام من أئمة الفقه. الله سبحانه وتعالى تكفل بالشافعي وجعله إمام من أئمة الفقه الذين نمشي على إثرهم إلى هذا اليوم. فما بالك بمن كفل هؤلاء البخاري وأحمد بن حنبل والشافعي وابن تيمية وغيرهم؟ هؤلاء من كفلهم؟ طيب اللي كفلهم الآن أنا وأنت ما نعرفه، لكن أجورنا كلنا اللي مشينا على علم هؤلاء الذين كانوا أطفالا يتامى تجري له، لعله أعطاهم تمر، لعله أعطاهم زبيب، لعله درسهم، لعله كساهم أيا يكن. يا أخي لا تحتقر من المعروف شيء، دائما نقول لا تحتقر من المعروف شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أقلها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله. إماطة يعني لو شليت حجر عن الطريق هذا شعبة من شعب الإيمان، فما بالك بكفالة اليتيم. صلى الله تعالى أن الله يعيننا وإياكم على فعل الطاعات. نعم 1200 سهم أنت متكفل بها مع جمهوركم ومحبيكم ومتابعيك اللي يحبون يشوفون فهد على الشاشة، وكل متسابق له 1200 سهم كفكرة تسويقية. فهد وش يقول ل 1200 رجل أو امرأة الآن يتابعونه بكلمة في 10 ثواني، وش بتقول؟ وقف الرحماء جمعية عروة الخيرية. أقول لهم 1200 شخص سيزاحمون الناس على أبواب الجنة إن شاء الله تعالى، يعني ينجون في الدنيا والآخرة. اعلم أيها المستمع الذي تستمع إلي الآن أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اعلم أن الصدقة كفيلة بإجابة الدعاء. اعلم أن الصدقة تغفر ذنبك. اعلم أن الصدقة ستكون لك نور في قبرك. اعلم غضب أنك, 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 أن أنك ستطفي غضب الله سبحانه وتعالى. اعلم أن من رحم الناس رحمها الله سبحانه وتعالى. ارحموا ترحموا، وأنفقوا ينفق عليكم، وأعطوا تعطوا، إن الله سبحانه وتعالى غني عنا جميعا ونحن الذين في حاجة إليه. إنما المسألة التجارة مع الله سبحانه وتعالى ربا، هي الربا الوحيد ربا. أن تعطي يعطيك 10 أضعاف. لا إله إلا الله. حتى وتصل إلى الحد الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. جميل، شكرا فهد. ناصر الحربي ابتدأها تنافسا مع زملائه وقال
أنا الأول ومن سأكمل 1200 سهم عن طريق محبيني وجمهوري عبر وخلف الشاشة. ثم فهد معيان الآن انطلق برسالة أخرى يوجهها لكل من يشاهده ويريد أن يتبرع في هالوقف. 1200 سهم يتكفل بها فهد معيان مع جمهوره ونخى جمهوره ونصاهم وما راح يردونه، وكل واحد من الشباب لسان حالهم كلسان حال فهد معيان وناصر الحربي ممن تحدثوا عن هذه الأسهم والتبرعات انهالت. وبإذن الله اليوم حنا عندنا 17000 سهم، 17000 واحد منكم. شوف كيف الموضوع سهل وبسيط، 17000 واحد منكم. لا تقول أخوي وأختي اللي تتابعنا الآن بأن المقصود هم الناس اللي في البيوت الثانية، المقصود هم اللي عندهم دراهم واجد، المقصود هم اللي عندهم الأموال التجار وسيدات الأعمال. لا لا، أنت مقصود. القرآن لما الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا أنفقوا، أنت اللي تتابعني الآن وتقول الناس اللي مقصودين في الكلام عن الأوقاف عن الجمعيات، الآية هذه تشملك أنت؟ أنت من ضمن المؤمنين؟ الجواب تقول لي نعم أنا من ضمن المؤمنين. طيب إذا أنت من ضمن المؤمنين فكلامنا هذا مقصود، المقصود أنت والمقصود كل من يشاهدنا من أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. 17000 واحد، ما نقدر نلتم ونتكاتف وندخل الآن تطبيق الراجحي أو الآيبان من أي بنك آخر أو الباركود أسفل الشاشة تصوره وتروح ونتكاتف ونتعاضد ونكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اشتكى منه عضو مثل المؤمنين في توادهم، اسمعوا الحديث يا جماعة، يا سلام يا سلام. اسمعوا الحديث كيف عظمة هذا الحديث وكيف حب المؤمن للمؤمن، يعني النفس البشرية عزيزة وغالية، ما بالك إذا كان المؤمن حينما يشتكي المؤمن الآخر. اسمع الحديث صلى الله عليه وسلم كيف صورها ومثل، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو جتك شوكة في إصبعك في يديك ولا في رجولك ما نمت الليل، هو جست، هو شوكة صغيرة. كذلك من المفترض أنت يا مؤمن ويا مسلم في تعاطفك لليتيم، رحمتك لليتيم، بأن اليتيم إذا اشتكى ها أنك تقول أنا أول الواقفين معه. إذا كان شعر اليتيم إذا مسحت عليه بكل شعرة حسنة، طيب هذه غنائم من الله سبحانه وتعالى. والله لو وقف واحد عندنا في جامعة ومسجد وتحدث بما تحدثنا به الآن، أقسم بالله لنا تبرع بالثلاثمائة وستمائة والألف، لأننا نسمع كلام يهز الجبال، وكلام لابد أن نتحرك ولا نتوقف، لأن هذا اليتيم وهذه الأرملة وهذه المطلقة وهذا اللي عنده كربة اليوم يحتاجك. والحقيقة زي ما قال فهد إن حنا اللي محتاجين ترى قبلهم كلهم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الخير اللي تقدمه ترى لك عند الله، لا تبخل. وبقرأ تبرعاتكم الآن، ومساعد عنده تبرعات، عطنا علومك وتبرعاتك، ويا شباب اقرأوا علينا تبرعات اللي عندكم بجوالاتكم. تفضل مساعد. أولا يا أبو عبد الله في حاجة دائما أحب أكررها وأحب أقولها يا أبو عبد الله، اللي هي طول عمر السلامة، لو سألت أي مسلم نقول هل أنت تبغى الجنة؟ كلنا بنقول يا أبو عبد الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، أشر بالسبابة والوسطى، وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل الخير واجد. وحاب أقول لك يا أبو عبد الله قروب دعمي اللي هم قروب دعمي الزواهب الله يبيض وجيهم، الزواهب بيض الله وجيهم، نعم، تبرعوا أمس 300 ريال سهم وتبرع اليوم بسهم الله يبيض وجيهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبيض وجيهم، بيض الله وجيهم، وكتب الله أجرهم. يا زين إنه كل وقف خيري يكون لنا بصمة ولنا تواجد. واحدة من الأمهات في يوم من الأيام تواصلت معي وقالت يا ولدي أنا والله أني أحرص عيالي يوميا، أقول له حطوا لي منبه في جوالي أبي أتبرع يوميا لصالح الأوقاف اللي أنتم تتكلمون عنها. قلت جزاك الله خير ولا يكتب أجرك. قلت ليش عاد يوميا؟ يعني ممكن مرة تبرعين بسهم كبير بألف ألفين ثلاثة آلاف وخلاص. قالت لا، أنا سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل يوم ينزل ملكان، الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأنا الملكان اللي ينزلون يوميا أبي أتغانم معهم الدعوة حتى يعطيني الله الخلف. شفتوا كيف النظرة؟ هذا هو الاستشعار اللي حنا نقوله يا مفلح، وهذا فقه بعد. هي استشعار، يعني الآن صدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ النار. وش الحديث يا شباب يذكرني؟ الصدقة تطفئ الدم كما يطفئ الماء النار. نعم، تطفئ الذنب كما يطفئ الماء النار. فشوفوا كيف سبحان الله العظيم لو استشعرنا هذه الاشياء حينما تصدق، فالصدقه هذه تطفئ ذنوبنا اللي عندنا كما يطفئ الماء النار. فاي عظمه يا مفلح، الله اكبر. وعطنا تبرعاتك. انا
اولا ان شاء الله وانا عندي تبرعات الجمعيه ارسلوا لي. يلا سلمت يا ملح. اولا الله يجزاك خير ويرحم والديك ابو عبد الاله. ومن قال وانا من يسمع ومن يشاهد اقول ان شاء الله عطني بس ان شاء الله 10 دقائق 5 دقائق واعطيك التباشير كلها. يلا انا تعالى. انت متكفل ب 1200 مع جمهورك ومتابعيكم ومحبيك باذن الله تعالى. 1200 سهم من 300 ريال. الله يطول عمرك. يلا من المتسابقين النجوم الرائعين الان يقول انا لها مع جمهوره ومحبيه ويحصل على جائزه من جهه تجاريه كفكرة جائزة 20,000 ريال أول من ينجز. كيف نعرف؟ كيف يعرفون الجمعية؟ يعرفون عن طريق رابط بإذن الله من غد، لكن بوادرها عن طريق تويتر اليوم نعرف. ممكن ناصر الحربي يكتسح ولا فهد معيان ولا مفرح المشعلي ولا بدر ولا سام حزام ولا عيد ولا مساعد ولا الشباب اللي ما جوا إلى الآن معنا. فالهمة الهمة وما أجملها التنافس. فهد التنافس مثل هذا وجهة نظرك وانت في الاعلام وكذلك لك في الجوانب الشرعيه والادبيه. ناصر الحربي عنده مشاركه. اسمح لي ابو عبد الاله. تفضل طال عمرك. الشباب اللي ما جو ليش يا اخي نخليهم يدخلون بال 20,000؟ صحيح احنا قادرين نشيل الموضوع. والله كفو بس الخوف يجي البرنامج ما اكتمل الوقت. لا بس حلو التحدي يا ناصر. حلو. ما يقدر يقول شيء مدير. فهد الجوانب الشرعيه الجوانب الاعلاميه هذا هو التنافس الذي لا بد ان يتنافس عليه كل مؤمن وكل مسلم في هذا الفضل وفي هذا الشهر. الناس الان يتنافسون على القيام ويتنافسون على الصيام ويتنافسون على الصلاه، هي تنافس على الجنه. احد التابعين قال كانوا يرونه يكثر الصلاه ويكثر الصيام فسالوه ليش تسوي كذا؟ قال والله لا ازاحمن اصحاب محمد على ابواب الجنه. مزاحمه المساله. هذه مزاحمه اللي بيها بينكم. نعم المساله ليست تقدير اني انا بقول والله ادخل قبل الجنه يا ناصر ولا ادخل قبل يا فلان ولا انا الان بزاحمك في الجنه. نعم جميل سازاحمك في الجنه وازاحمك على فعل الطاعات. هذا هو التنافس. سازاحمك يا عيد سعود، سازاحمك يا سالم، سازاحمك يا مساعد. هذا هو التنافس المحمود، هذا هو التنافس المطلوب الذي نسعى اليه في هذا البرنامج لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين. الآن نحن في شهر خير. لا تدري الله سبحانه وتعالى له عتقاء من النار، 100,000 عتيق من النار كل ليلة حتى تأتي العشرة الأخيرة فيعتق كما أعتق طيلة رمضان. لا إله إلا الله. نعم. يتصور البعض يا بدر في العشرة الأخيرة فقط. لا العتق طيلة أيام كل ليلة 100,000. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. عرفت؟ يعني أنت لو تضربها 100 في 20 أنت تتكلم عن 2 مليون عتق من اصل 7,500,000,000 مسلم في كل يوم. 2 مليون في كل يوم 100,000 100,000 إيه؟ في الشهر كامل في 20 يعني انت 20 عندك 20 يوم 2 مليون احنا ما تكلمنا عن العشر الاخيره. هل انت من 2 مليون الان فيه 1,500,000,000 مسلم؟ هل انت منهم؟ هذا التنافس الحقيقي الذي نسعى اليه في هذا البرنامج. نعم جميل فهد. عيد سعود ايش تقول؟ عطنا تبرعات الجمعيه ارسلوا لي وانا جالس اعطيكم تتكلمون. عطنا تبرعات. دقيقه بس انا الى الحين ما فتحت التويتر الواتس. لا لا بل انا ترى الايام الماضيه تجيني التبرعات عن طريق الوات. والله من ارقام ما اعرف. انا حاط ارقامي بالبايو. حلو. في ناس ياخذون الرقم ويرسل التبرع وانا اقراه الايام اللي راحت. جميل. لكن فيه تجربه ناصر جدا جميله سويناها قناة بداية برنامج قدها يمكن تذكر. نعم صحيح. قدها ولا قدنا؟ قدها برنامج الأبرار. ايه؟ كان فيه من ضمن الفقرات فقرة قدها اللي هي التبرعات. ترميم التطوعي. أيوة برنامج تطوعي. ففي بعض المتابعين والناس اللي يتابعون البرنامج والنشيطين بتويتر كانوا يقولون يعني ما عندنا مال نقدر نساعدكم به وانتم محتاجين ترميم للبيوت. فكانوا ايش يسوون؟ يسوون هجوم على حسابات رجال الاعمال. رجال الاعمال يمكن ما يتابعون قناه بدايه. سلام فكره حلوه بعضها. فهذه فكره انهم يروحون يهجمون على مثلا يتفقون يقولون نبي نروح لحساب فلان الراج الفوزان التاجر الفلان العثيم ويهجمون على حسابه ويسوون حمله على حسابه. موجه على قولتها تويتر. موجه انه تعال فيه باب خير نبيك تساهم معنا ونبيك تقفل الوقف. فهذه فكرة الان فكره من دعم عيد سعود. يا سلام الحناشل لازم تسوونه وباذن الله عطهم اسم عشان يسمونه. طيب خلوا الاسماء خلوا في المفيد يا شباب. عيد الان انت الان تقول لي فكره يعني موجه على قولتها تويتر. يعني يا جمهور يا كرام غردوا وتقصد من شنو؟ او يروحوا الخاص
أو تحدثوا كلموا رجال الأعمال وسيدات الأعمال بأن يكملون مثل المشروع؟ هي الفكرة كذا؟ هي كذا. حلو. بالضبط. يا سلام، فكرة جبارة. طبعاً إذا جابوا رجل أعمال يصير من فريقك أكيد. من فريق الدعم. حتى الرجل الأعمال هذا نصير أنا أصدقاء بعد. حلو. طيب خلونا الآن نقرأ بعض التبرعات للجمعية الآن. يرسلوا لي تبرعات كثيرة جايتنا. وحسين السرحاني أهلا وسهلا ومرحبا بالمستشار الأسري والاقتصادي والنفسي. يا مرحبا يا حسين. عاشو يا حسين. الله يا حسين. عاشو يا حسين. حبيبي تعال يا شباب. شباب احنا في وقف وخير وايتام مو بناس. الله يعافيكم. اهدوا اهدوا. السلام عليكم. ساعه وساعه ساعه وساعه يا حمبر. شلونك؟ طيب. الحقيقه ان الحركه هذه كنت اسحاب تكتيكي لان احنا مذيعين فاهمين بعض. كفو كفو صح. لو سمحتوا تسابقين كل واحد مكانه. حلو. انت مذيع، انت مستشار طارق الحبيب اليوم على استقبال اتصالات. طيب جمهورنا اخواني واخواتي، انا اعتقد حسين اتى متاخرا ولكنه سيكون الاول من بين زملائه توقعا اللي يحصل على 1200 سهم ويحصل على جائزة 20,000 ريال فورية. الجائزة هذه وفكرتها، عيد حسين كما سمعت الموضوع، كل واحد منكم شو فيك ناصب تبع ريقك؟ لا ليش تقول حسين بياخذها؟ أنا بس أشجع على تواصل. لا وكان قصورا في البقية أبو عبد الله. لا أنت إيش تقول الأول؟ إيش تقول في قصور البقية؟ ليش متحسس من حسين؟ لا أنا طيب خلنا نافس. خلينا نشرح الفكره. هو تحدي بصمت، اللي يتحدى ما يخاف. احسنت. والله يرد نقد. والله قويه، اللي يتحدى ما يخاف هذا هو الاسد. نعم. كفو. الاسد في عرين في براثنه. طيب الفكره تقول يا مساعد، تعال خوي وقف معنا، انا ما احب المنظر تكون والله نظمت الوقف. يجيني حاله نفسيه اذا شفت واضح احس بنقص. ترى هو ينزل كل شوي لان رجله فيها مشكله. سلامتك. والله الله يسلمك. بسم الله عليك. اجلس فوق، اجلس فوق، اكسر الشاشه يا شيخ. طيب حسين بعيد من جديد. سم. كل واحد منكم عنده 1200 سهم، السهم ب 300 ريال، الجمهور يتبرعون، زين؟ كل واحد منكم راح يكون له رابط. الرابط هذا راح ينزله في سناب او تويتر، صفحات التواصل الاجتماعي. اول واحد منكم يا النجوم ال 14 راح يدخل معكم ان شاء الله بكره واحد. اول واحد يوصل 1200 سهم راح يحصل على جائزه نقديه من جهه تجاريه 20,000 ريال لمبادرته ولفزعة الجمهور ووقفة الجمهور ابتغاء الأجر. كل سهم مبلغ 1200 سهم. بس 1200 سهم من 300 ريال. 300 يعني 1200 سهم كم مبلغ؟ كم المبلغ؟ 1200 سهم من 300 كم يا شباب؟ 360,000. لا ما نبغاها منك، ما نبغاها منك، نبغاها من جمهورك يا اخوي. لو تبي مليون الحين تجيك طلع الشيك هذا. والله كفى. الله وجهك. نبغى الجمهور، نبغى الجمهور. انا عارف في بعض رجال الاعمال يقدر يفتح باذن الله ان اهل الخير واصحاب الخير قادرين. وليعلم من يعلم ان ضغطه زر من جواله قد تشكل الفارق الكبير في حياه احد. سلام. لذلك هناك من يحتاجكم، هناك من ستتقابلون معهم في الجنه ويجمعكم الله بان هذا فلان اللي ساعدته. يا سلام. تخيل سلامكم ودكم محبتكم لبعضكم البعض. غير انهم بيكونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. امه محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يجتمعون مع علي صلى الله عليه وسلم لان كافل اليتيم بيكون مرافق للحبيب. نعم انا وكافل اليتيم كهاتين. يا سلام. للجنه. اللهم صل عليه. وصف دقيق عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. حسين تعتقد بانك تنجز ال 1200 سهم مع جمهورك في ساعات في دقائق وتكون اول الناس الحربي قبلك تحدى حبيبي وقال انا لها. ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ الحياة مغامرة وهناك من هم قادرون. يا سلام. هناك من أعطاهم الله سبحانه وتعالى وعلموا بأن هذا المال مجرد وديعة وأمانة بين أيديهم. هو مال الله في الأخير. أمال الله في. وأنفقوا مما رزقناكم. نعم. وأنا أعطيتكم أنفقوا في الأخير يقول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يضاعفه له. سبحانه الكريم. طيب الآن بقرأ تبرعات. شباب عندكم حماس مو طبيعي. ناصر عطنا تصريحك، شكل عندك تصريح. أنا بالنسبة لي أنا أتحدى ولو ان يعني هالاعمال الخيريه يعني احنا اجرها كبير جدا عند رب العالمين ما دمنا ندل على الخير. انا اقول يا ابو عبد الله انا اتبرع بسهم من عندي لكل من يدل على هذا الوقف ولا يستطيع انه يدفع، فانا ادفع في وقف الرحماء سهم بنيتهم وعسى الله يتقبلها يا رب. الله يكتب اجرك، جزاك خير، رفع الله قدرك. طيب خلونا الان نقرا بعض من التبرعات، بمشي واحد واحد لانه فيه هنا رسائل يتبرعون ويريدون الدعاء في من عنده مريض ويتبرع. ويب الان من كل واحد فيكم دعوه لعل هناك من ابائنا وامهاتنا يتابعون، اخواننا واخواتنا يدعون كذلك لهم، فتلقى باب الاجابه. والان احنا في الثلث الاخير من الليل ورمضان وليله من ليالي الخير في شهر الخير. التبرع الاول يا جماعه الخير
هنا تقول التبرع الأيتام صدقة لولدي المتوفي ونية الشفاء لعيالي من كل مرض. وادعوا لي ولعيالي بالصلاح والهداية وإن الله يحفظهم من كل عين وحاقد وحاسد. مفلح المشعلي وش تقول للأخت اللي تبرعت بسهم 300 ريال وهي رضا محمد مسفر العجمي؟ هي متبرعة عن من؟ عن ولدها المتوفي، واحد من عيالها مريض يقول ادعوا بالشفاء والبقية ادعوا لعائلتها. أولا نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل أن يجمعك بولدك في جنات النعيم مثل ما جمعكم في الدنيا، والله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، وجزاك الله خير على هالصدقة اللي تصدقت بها بنية ولدك، وبيض الله وجهك. أنا وصلني تبرع الآن من عم مثلي، سمعونا واطلبونا سهمين، سهمين لابوي الله يغفر له ويرحمه، الله يجعله الجنه، الله يطول عمرك، سهمين من عمه اللي الله يجزاكم خير. تو والله تجيني رساله الان يا طيبه عمتك اللي الله يطول عمرك يا حبيبي. انا اوصيكم يا اللي تشاهدوني الان عبر التلفزيون وعبر السوشيال ميديا انكم تبادرون، لا تقول بكره ولا بعده ولا بعدين، لا صار حتى لو مثل ما تفضل ابو عبد الله 10 ريال ولا 20 ريال بالشيء اللي انت تقدر عليه. صحيح، اذا ما تقدر انشر عسى الله يوفقنا وياكم. امين يا رب العالمين، جزاك الله خير يا مفلح. التبرعات انهايت عندي. طيب سم ناصر الحربي جزاه الله خير جاي عندي هنا وراني تبرعه، تم التبرع للساده المشاهدين وللشباب جميعا، تم التبرع بس المشاهدات في اليوتيوب الان بلغت 13000 مشاهده ما شاء الله. يعني لو تبرع 13000 واحد من 300 ريال قفلنا الوقف يا جماعه، قفلين يا كريم، نقفل الوقف حقين اليوتيوب بنفسهم حقين الشاشه. ناصر أنا أقول هذه هي المساهمة بنية كل من لا يستطيع أنه يساهم فيها الوقت. جزاك الله خير. ويدل على الخير. الله يجزاك خير. الله يبيض وجهكم يا رب العالمين. شكرا ناصر. شكرا ناصر الحربي. شركني معك أنا وأبوي. ما شاء الله عليك حتى في ال أسأل الله أن يجعلها في نية والدك ووالدتك وعسى الله يجمعكم في بيت الله. والد مفلح المشعلي وكل أحبابه. كنت أراك بنظرة منافسة الآن أحبك. الله يرضى عليك. فزت عليك كرم. طيب يا شباب صح. التنافس لا زال مستمر بين الشباب النجوم الآن موجودين معنا، كل واحد منهم على عاتقه 1200 سهم، يعني هو الآن بيدعوكم يا المشاهدين 1200 واحد يروح مع كل واحد من 300 ريال ونكمل هالمشروع، أو 17000 مشاهد اللي يشوفونا، يا أما عليكم التبرع من 300 ريال أو أقل أو أكثر، يا أما بالنشر الدال على الخير كفاعله. نعم، أو 17000 من 300 اكتمل الوقف للأيتام، أو يجي أبو عبد الإله سمي حسين رجل أعمال قدر الله عليه سبحانه وتعالى وقال خليني أفرح حسين السرحان وأفرح الأيتام، ليش لا؟ سلام حج حاجة ها؟ إيه حسين السرحان يفوز ب20000 أيوة والأيتام ب600000 وش ردت؟ سلام ويرسل لي اللوكيشن يجي بعد يا شيخ الله الله يا حسين جميل حسين هنا خذك للجنة إن شاء الله. حسين هنا واحدة تتبرع أو واحد يتبرع يقول هذه عن الوالدة لوقف الرحمات تبع جمعية عروة الخيرية ويقول أبيكم تدعون لوالدتي. الله يقبلها حسين وش تقول؟ أقول الله يقبلها، الله يقبلها يا ربي من عنده يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. طيب التبرعات كثيرة، هنا سالم حزام تبرع بقيم ما شاء الله تبارك الله، بدأت 900 تتحرك، 4900 ورا بعض ما شاء الله تبارك الله، تحية لهم يا شباب، تحية تحية لمن تبرع ب 900 ريال يا رجل. والله يا والله اني مبروك جيت عندي، جيت عندك 900 ورا بعض اربع البركة. انت وجه خير وما تحية، الله اربع قدرك قدرك وجه خير زين. سالم لمن تبرع الآن، شوف أنا بقرأ عليكم التبرعات بشكل سريع بدون قراءة الأسماء، يعني شوف عندك الآن 30 ريال وهذا بعده 900 ثم 300 ثم 200 ثم 50 ثم 300 الناس يتبرعون وكل إنسان بحسب قدرته. واحد يقول والله صرافي ما فينا 100 ريال بس ما أبغى الأجر يروح عليه، قال بتبرع 20. واحد عنده 10000 ريال قال يا أبوي خلّي بحط 1000 ريال بتزوده يا سالم ولا تنقصه. والله العظيم ما في أحد يكره الخير، ولكن أحيانا النفس تسوف، ولا والله ان الجميع يحبون الخير والجميع متيقن سعادته في الدنيا وسعادته في الاخره عن طريق الصدقه، والصدقه في رمضان لها منزله خاصه يا اخي. حتى اللي تبرع عن امه هذه وهي ماتت، فعلا البر يبدا بعد وفاه الوالدين، هو البر صدق، يعني ما عاد في مجامله هنا، يبين الولد الصالح صدق الولد البار من اول، يمكن تعاين عيونهم وتخاف من كلامهم وتخاف من كلامهم عند الناس وتخاف انهم ما يمدحونك عند الناس، لكن الان يبدا البر الحقيقي بعد وفاتهم اثنين، ما في مجامله، تتصدق عنهم تحج عنهم تضع ما سبيل، فعلا هنا البر، واصلا هذه خدمتك لهم، حتى لو كنت في حياتهم ما انت بذاك البار وكان عندك بعض التقصير، لكن بعد مماتهم
هنا يبتدئ البر، ولا شيء يعني أعظم من البر للدعاء والصدقة. الصدقة والعلماء قالوا، وهذا الشيء صراحة دائما أكرره لأن بعض الناس ما ينتبهون له، يقول العلماء لو تهدي والدك أو والدتك أو أي إنسان ميت يقال بأن تقدم له هذه الهدية وهذه الصدقة لوقف الرحماء تبع جمعية عروة الخيرية على سبيل المثال له في قبره ويسعد بها وتضيء له في قبره ويعرف بأنها من ابنه أو من بنته، يعرف هذا اللي في قبره يقول استأنس بها. هذا قول العلماء وذكر الدكتور عايد القني عليه مباشرة، ثم وهو ابن القيم في كتاب الأرواح أعتقد. ثم يتمنى الميت، يتمنى الميت لو يعود لا ليصلي ولا ليدعو ولا ليحج، أحسنت. ليتصدق فقط. وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي عهد ربي لولا أخرت إلى أجل قريب فأصدق. أصدق حسين تقول ارجع لي من جديد، عسى جاء التاجر يدفع 360,000 يجيب الله. التاجر يحرك ملك الملوك، الله أكبر، وفوق عرشه سبحانه من ساق الرزق البطني وبطنك يسوق على الهيئة سبحانه. السلام على طاري القبول، سلمت. ممكن دقيقة؟ تفضل نص دقيقة. الله نص دقيقة مرة يطول عمرك. صدق هذه حلم، هذه رؤية عن القبول. أنا نايم وحلمت بأبوي جعله في الجنة داخل على أمه اللي هي أمي نور الله يرحمها في قريناتها حاط عندها كيس لحم. ايوه في نفس الحلم اسمع ابوي يصارخ برا، صحيت من النوم. ايوه نزلت عند الباب اللي ابوي جايب اكياس شيل حط في المطبخ. شويه فتحت الاكياس لها اكياس لحم نبيعها. وانت شايفها في الرؤيا؟ اي الى الان مخي طافي. قامت امي زينت الفطور الكبده والكلوه وناكل. حلو. جا في بالي كذا احط رق، قلت ابوي انت يوم ذبحت الذبيحه ناويها لامك؟ سكت ابوي. لا اله الا الله. قلت والله يا ابوي قبل ما تقومني اني شايفك داخل عليها بالكيس. والله انه قام يصيح على الفطور يوم دقت على مفسر قال قبلت. الله اكبر، الله أكبر. لا اله الا الله. هذه تفسيرها انها قبلت. ما بالك انت لو تبرعت عن ميت او ميت جدك، ان شاء الله جدك 16. يا الله. نعم هناك اموات معهم قشعر قشعر انجز في قسم بالله محرومين. جدني قشعريره يا حسين. اي أيوة رب النعمه هذا خير الله سبحانه وتعالى مكنك منه، ليش تحرم نفسك؟ سابقوا يا الله. سابقوا الله يقول سبحانه وتعالى سابقوا سارعوا الى مغفره من ربكم. الله يوصينا بالمسارعه والمسابقه، واليوم حنا نسابق بعض. ابو بكر الصديق وعمر يتسابقون، يعني ابو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، من قربه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنه، ومع ذلك يسابق ابو بكر الى الصدقه والانفاق. هذه المسابقه الان الشباب اليوم قلنا من باب التنافس مع جمهوركم، خلونا يسبق بعضنا بعض. وهذا التنافس كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع مع الصحابه وقال من زار منكم، اعطونا اتصالات متبرعين يا شباب تفضل. وقال من زار منكم مريضا هذا اليوم فرفع ابا بكر يده، ثم قال من حضر من صلى منكم على جنازه هذا اليوم فرفع ابو بكر يده، ثم قال من يعني لحق الجنازه وقبرها فرفع ابو بكر يده، قال من تصدق اليوم رفع ابو بكر يده. هذا دليل على ايش؟ ليش اسئله هذا؟ وليش ابو بكر يرفع يده؟ عشان ينال دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ينافس الصحابه على هذا كله، عشان يجتمعون اخر اليوم ويخبر كل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الطاعات التي صنعها. فهذا التنافس الشريف الذي نحن نبحث عنه. نعم، وحنا اليوم بدانا فكرتنا على المسرح باذن الله يوميا تنافس شريف. اول العلوم واكدها ان في واحد من الرجال الموجودين او غيرهم من الشباب الثمانيه الموجودين كذلك في القريه بياخذ ال 1200 سهم بتوصل عبر حساب الجمعيه عن طريق جمهوره. 1200 واحد منكم يمثلهم في البرنامج، مندوبهم في البرنامج صح التسميه، المتسابق اللي يبغون ناصر الحربي فهد معيان ولا مساعد وباذن الله كل واحد من الشباب عنده 1200 سهم اختارك معي. اكتبوا اسماء في تويتر من الان خلونا نشوف هو الاول اللي منهم جمهوره يوقف معه ويوصل 1200 له 20,000 ريال من جهه تجاريه. ناصر الحربي طرينا الدراهم على طول ترفع يدك. هاي ناصر. لا انا بسال عن المكعبات وين وصلت؟ المكعبات يا شباب ما شفتها على الشاشه، انا طلبتها اليوم خلفي. بيض الله وجهك انك ذكرتني. شباب المكعبات يا ريت تكون موجوده خلفي، انت كرمتم. واعطونا الاتصالات ونقرا الان التبرعات. اقرا التبرعات ابو عبد الله. رقم التواصل على الشاشه 0596-36-115 او 0597-68-844-4. واتصلوا واعطونا تبرعاتكم واسعدونا. انا ودي هالتاجر اللي قال حسين قبل شوي، حسين نبهنا عن امر وخلاني ادقق على هالتاجر اللي ب 360,000 ريال، يعني كانه يقول يا حسين تراني انا وجمهورك
ضربت عصفورين بحجر. ضربت عصفورين بحجر. وسمي حسين هذه هديه مني 20,000 مو منك من الجهه التجاريه. من الجمعيه ولا خلصت على هذه 100,000 تعتريك. ابو عبد الله. وعزم ومبلع وعزم الشباب. الجهه التجاريه هي من ستعطي 20,000 ريال وهي من صنعت هالفكره. لان اعطتني 20,000 بتبرع بها. كفو. كفو الطيب عني وعلى اخوياي. المكعبات على الشاشه مشاهدينا الكرام تشاهدون يا مساعد. طيب تعليقك على المكعبات انت تشوفها الان وصلنا كم؟ وصلنا 10%. اليوم نبغى نوصل 15%. بإذن تدرون ال 5% هي 1000 سهم ها كم يا ما شاء الله ما شاء الله كنترول. ما شاء الله ما شاء الله يقول ما نبغى 15% يقول نبغى نوصل انا 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 20% معناها يا مساعد معناها ترى 2000 متبرع من 300 ريال نروح مع الجمهور الى 20% بالله لا اله الا الله يا ابو عبد الله سم بالله لا اله الا الله للحين كم اللي يتابعون البث 13,000 صحيح حلو خل احنا نحسبها حسبه عقلانيه رياضيه وعقلانيه خلاص ذا اليوم قول بيتبرعون مثلا 4,000 زوم يا مخرج حلو ذا اليوم بيتبرعون ان شاء الله 4,000 شخص بكره بيتبرع 4,000 شخص بكره بعده 4,000 شخص من هذا لل 4,000 شخص عندي حسين تاجر عندي انا تاجر خل نحطها مقارنه في الفريق المبدل تاجر وفي الفريق الاساطير اللي هو التاجر خويي انا يعرفني حلو اكيد 13,000 فيه رجال اعمال رجل الاعمال هذا بيقفل مبلغ تجيني هدية 20,000 بعزمه أنا بسوي حفل ويجيني هو وبعدين نصير أخويا يا أبوي توصف حارة بيتكم أنت مدري في بيت حارتكم مشوار بعيد يا مساعد والله العظيم ما شاء الله عليك تعرف تشرح معنا اتصال وشكرا مساعد على هالفكرة اللي ما حد فاهمها في العالم كله الآن معنا اتصال الاتصال من فهد من خميس مشيط والله يسمعوا وياكم خير يا فهد السلام عليكم مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابو عبد الله الصوت ومرحبا بك ترحب بالمطر معك فهد معيان من الخميس مشيت ونعم ونعم ما سرع الطيارة الخاصة وصلتك بسرعة حلو لا والله بس انا قلت لك انا زاحم الناس فلذلك انا دقيت زاحم الجمهور في هذا الاجر واعلن تبرعي بسهم عن جميع من لم يستطع الاتصال وعن الكنترول وعن الحاضر الشباب الحاضرين معك في الستيج بيض الله وجهك بيض الله وجهك شكرا لك يا ابو عبد الله شكرا وش هالقناة اللي ما عندها جمهور فهد معيان يتصل على الهواء مباشره وناصر الحربي يتصل على حسين في فقرته قبل شوي وش القناه اللي جمهور المذيعينها تدوير هذا العظيم احنا عندنا البث يتاخر دقيقه دقيقه ونص لحد ما يوصل المشاهد يوصل الصوت صحيح بعلم احسنت ولا الجمهور فهد فهد انتبه للرقم هنا وهو جنبي اشوفه يسجل الرقم كذا الخطه انا توقعت بيرسل لحد فطلع واتصل بيض الله وجهه عموما بادره جميله من فهد معيان يشكر عليها جمهورنا اخواني واخواتي اللي يشاهدون الان لما نتكلم على الأيتام واليتيم تحت سن 15 سنة فأنت مؤكد أنك ترحمه الرحمون يرحمهم الرحمن امرأة بغي زانية وأكرر ذلك مرارا وتكرارا أدخلها الله الجنة برحمته لأنها أسقت كلب فما بالك اليوم أنك تكفى اليتيم وترحمه يتيم بشر من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا تكفى له يضمن لك دخول الجنة غير أنك تكون محمد صلى الله عليه وسلم الجنة يا جماعة لو قال واحد طلع وقال مني بالجنة مني بالجنة مني بالجنة وقال ترى الجنة ب 300 ريال تأخذونها ولا ما تأخذونها تستريح والله تشترون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآن هذا مالك اللي هو قبله هو مال الله أصلا فالآن حنا ما نقول الجنة ب 300 ريال لأنها غريبة على العقول لكن حنا نقول سعر أو الثمن يا وش البيت يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلاني حنا ما نبغى نكون كسالة نبغى نكون مبادرين لليتيم نكفل ب 300 ريال مدى الحياة وتضمن لك الجنة تذكرة عبور إلى الجنة مباشرة واتصال مع مين؟ نورة من حايل بعد فهد معيام من خميس مشيط فزت عليهم إلى المتسابقين والجمهور بإذن الله تعالى بيض الله وجهك نعم. من المتصلة مريم؟ نورة نورة جبت مريم حياك الله يا نورة نورة حلو ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه التاجر يا أبو سلمت يا نورة حنا مع حملة تبرعات لجمعية عروة الخيرية ووقف الرحماء الأيتام وش بتقول نورة وكم تبرعها وعمل تبرع بنية والديني والمسلمين أجمعين والمتسابقين الله يتقبلها إن شاء الله جزاك الله خير بيض الله وجهك وكتب الله أجرك شكرا يا نورة شكرا شكرا لهالمبادرة والله يحفظ لك والديك رحم الله والديك ناصر الحربي لك الكلمة والاتصال جاهز بعد ناصر يلا أبو عبد الله أولا عسى الله يكتب أجر نوره يا رب العالمين ويضاعف لها في أجرها ويتقبلها منها يا رب العالمين أنجح المجتمعات هي المجتمعات اللي تكاتب فيما بينها الوقف هذا يعتبر خدمة مجتمعية صحيح. في كفالة الأيتام وفي تفريج الكرب
وفي مساعدة المحتاج. كفالة اليتيم تراه يشمل تعليمه ويشمل تدريسه ويشمل سكنه ويشمل إطعامه ويشمل رعاية الصحية ويشمل كل ما يحتاج اليتيم في ظل غياب والديه اللي يعتبر اليتيم في أمس الحاجة لمن يخدمه. فهذا الدور هو دورنا إحنا كأفراد المجتمع أن نساهم في خدمة أفراد المجتمع. وعنا الكسبانين والله. بطاقة هدايا شباب لو أمكن تطلعونها على الشاشة حتى الجمهور يشوفونها، ووثيقة تأسيس جمهورنا. تبي تهدي أحد تواصل مع رقم الجمعية وعطهم الإيصال وهم يوصلون للشخص اللي أنت بتهدي عليه. فهد معيان ذاكر كلام ناصر يقول أنجح المجتمعات، لذلك كان مجتمع المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع ناجح، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. عندما أتى المهاجرون إلى الأنصار قام الأنصار وقسموا أموالهم بالنصف، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وأنصاري. نعم. فيقسم الأنصاري ماله بالنصف وبيته بالنصف حتى عياله يشاورهم، ثم يعطي أخيه النصف. هذا هو التكاتف، المجتمع المترابط، مجتمع لا يتفكك، مجتمع لا يتهالك. لذلك نجح مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أفضل المجتمعات، مجتمع في بركة، مجتمع الدعاء في مستجاب، مجتمع توزع الجنة فيه على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة ويقول من يريد الجنة؟ فيقول عكاشة أنا يا رسول الله، فيقول فاز بها عكاشة. سبقك بها عكاشة. نعم. جميل. هذه هي المجتمعات التي تفوز بالتكاتف. ومجتمعنا حاضر ويتمدد وباقي بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جمهورنا، جمهور العطاء، جمهور الذي يستمتع بالعطاء للأيتام، جمهور الذي يستمتع حينما يعطي ليعطى من الرب سبحانه وتعالى. المعادلة تقول ارحم ترحم، أكرم تكرم. تتعامل مع مين؟ تتعامل مع البشر؟ لا، تتعامل مع رب البشر. إذا قال للشيء كن فيكون. أيضا في شيء اتصال من منال من الرياض. حياك الله منال، بجيك أسأل. منال منال مساء الخير وصباح النور. منال أبرك مني. حياك الله يا منال. حتى يجي اتصال منال الشباب يضحكوا على سالم، ما عاش من يضحك على سالم. تفضل يا سالم. الله قدرك. والله عطاك بداية. أنا أقول جزمة. قال جزمة. أنا أقول تاجر مع الله ولا مانع يا أخي. اللي ما تزوج تصدق. نعم. وشوف فضل الصدقة. اللي ما تزوجت تتصدق وتشوف. خصوصا في رمضان الان رزق الله بعيال في رمضان. صحيح. الان في افضل المواسم والدعاء ما شاء الله تبارك الله. العقيم تصدق وتشوف، العاطل تصدق وتشوف. يا اخي تاجر مع الله. نعم. تعامل مع الله، افتح خيرك بوابه وشوف. ذلك السر والله ما ينتهي رمضان. والله ما ينتهي رمضان الا يبدا لك شيء. والله ما ينتهي رمضان الا يفتح لك درب. حتى اللي عانس وفي بيتها ان يجيب لها زوج مفصل تفصيل بنفس المواصفات. لا والله اطيب مني واتجر مني. الله قدرك. جميل، شكرا سالم، كلام جميل جدا وقلت كلمه حلوه. يعني بادر لا تاخر. انا قبل بدايه الحلقه اعلنت عني بتبرع بسهم زين، عني وعن والدي وعن اخواني واخواتي وعن عيالي واولادي، وكذلك عن من لم يستطع خارج السعوديه او داخل السعوديه. منال حيا ملاذ، عفوا ملاذ، ذكرتني سالم اني انا اجلت، قلت بعد شوي بعد شوي بعد شوي. شوف كيف راح نص ساعه وساعه ما تبرعت. الان ذكرتني ابغى ارجع اتبرع من جديد. الله يكتب اجرك. الله يكتب. طيب أجلك. بسم الله. ادخل التطبيق. ملاذ حياك الله يا ملاذ، انت على الهواء مباشره. الله يحييك ملاذ. تبرعك اي معك كم معك هو؟ تبرعت ب 30 ريال على نيه الفنان معاذ الجماز. 30 ريال. كم عمرك يا ملاذ؟ عمري 30. 30. الله يحفظك ويمتعك الصحة والعافية ويبارك فيك. تقبل الله، تقبل الله، تقبل الله الصدقة والتبرع. مقبول إن شاء الله. حنا نقول السهم 300، لكن لو تصدق المجال في المتجر متاح، في البنك متاح، بإمكان الإنسان إنه يضع المبلغ اللي يريد. ترى أحيانا بعض الناس يتقاعس عن الخير، يقول جمعية ما حددوا ذا المبلغ، جمعية حطت أسهم من أجل الضبط ومن أجل اختصار الأمر وإسراع عملية إكمال الوقف، وهذا هو المأمول بإذن الله تعالى. ولكن المجال متاح. يعني في ناس تواصل معي يقول بتبرع 20,000 في باقة فيها شو يسمونها، شو يسمونها أسهم درع. إيه درع أو كذا. درع موجود، وفي درع كذلك أصغر ب3,000 ريال، وفي ب10,000 ريال درع، وبطاقة إهداء بأي مبلغ. يعني تبغى تهدي حسين السرحاني مع أنه يستاهل تقدمه له في جواله، مع أنه يستاهل. إيش فيك؟ ومفلح المشعلي كذلك يستاهل. مفلح على فكرة ترى نبهت عن أمر مهم اللي هو موضوع الصدقة للشخص اللي ما رزق بدرية. صحيح. أنت تعرف قصة من القصص هذه؟ فعلاً أنا أعرف. نعم فعلاً. الله يسعدك. صدق والله تعرف؟ أي والله أعرف. أنا لقيت قصص في ناس من أخوياي ما رزق بدرية. القصة بس مدتها يمكن 20 دقيقة. 20 دقيقة. خلها في الفقرة مع حسين السرحاني. لا برسل لك واتساب دقيقة. لا 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 على طول على السريع. هذا واحد
لا لا اتصال. اي سمت. طيب متصلين طبعا. ابو ياسر صباح الخير حياك الله. صباح النور استاذ ناصر. ياسر ما سمعت. ابو ياسر حياك الله. ابو ياسر عساك طيب. الله يطول عمرك يبارك فيك. الله يجزاكم خير على هذا الامور الطيبه اللي تقومون فيها في هذا الشهر الفضيل. وياك يا ابو ياسر وياك الله يجزاك خير. نسال الله ان الله يكتب لنا ولكم الاجر. امين امين يا رب العالمين. ابو ياسر معنا هالوقف وهالجمعيه باقي عندهم 17000 متبرع من 300 ريال 17000 سهم. ابو ياسر كم بيعطي منها وعن من ينوي؟ انا باذن الله بتبرع بسهم بنية اخونا المتسابق مساعد الزاهد. سهل مساعد. عندي نقطة استاذ ناصر، بما انك انسان ما شاء الله تبارك الله انت انسان معروف في المجتمع. الله يرفع قدرك. وسبق انك قمت باكثر وقفت على اكثر من وقف. فعندي اقتراح بسيط، لو انكم تجيبون نماذج من الاشخاص اللي استفادوا من الاوقاف السابقة سواء ايتام او من مثلهم وياتون في القناة. موجودة وسبق صورناها يا طول العمر. لا بس الان يعني على اساس الوقف هذا لو مثلا غدا تجيبون كم واحد ويشرح كيف استفاد من الوقف واي وقف استفاد وعن طريق قناه بدايه يعني فهذه طيب برضه طيب شيء ممكن يكون دفع وضحت الفكره وهذه الفكره. شكرا لك يا ابو ياسر. والفكره هذه الوالد ابوي سعيد بن علي الله يمسيه ويصبحه بالخير قال لي مثل هالامر بالضبط. قال لي ناصر انا ابوك تكلم عن الاوقاف تسوقون لها. يقول يا زين الاوقاف الماضيه خليني اكملك يا ابو ياسر. ابو ياسر خليك معي. قال يا زين الاوقاف اللي تكملونها انكم تروحون لها بعد ما انجزت تجمعون تقرير وتورونه للناس وتقول يا جمهورنا العزيز هذه اموالكم امام عيونكم صارت اوقاف. فطبقناها وصورنا تذكر يا ناصر طبقناها وصورنا مع جمعيه مكتب الدعوه وصبحه وجمعيه القنفذه وجمعيه حلي وجمعيه مدري ايش وموجوده في اليوتيوب اعتقد قبل تقريبا 3 سنوات او لا اكثر من 3 سنوات 5 سنوات تقريبا. شكرا ابو ياسر يعطيك العافيه. طيب مثل المشعلي ابو عبد الله احنا نبغى تبرعات يا شباب تبرعات قبل يقفل ابو ياسر. يا باقي 5 دقائق ونختم. لا لا تكلم. لا لا انا بس كنت بقول ترى المايك كان مفلح وسحبته من هنا. انا كنت بقول احيانا تصوير الاشخاص ترى عشان الخصوصيه ما يتم، لكن يتم تصوير العقار، يتم تصوير الارض اللي يتم بناء الاوقاف فيها وما الى ذلك. صحيح. ابو عبد الله كلمه لابو ياسر. بيزعل مفلح. لا لا تفضل راح راح لابو ياسر. اولا ابو ياسر الله يكتب اجره ويجعلها في ميزان حسناته. وان الله يضاعف له الاجر. قم. ولا يهينه ويبيض وجهه. شكرا لك يا ابو ياسر. طيب. الله لا يهينك. قصه والله ايش رايك تجيب فرشه وتكيت. هذا واحد والله العظيم ان السالفه هذه اني اعرفها شخصيا وانها حق جرى. صحيح. حلو. اثر الصدقه على شخص عقيم. اي تزوج تزوج يوم تزوج ما رزقهم الله باول 5 سنوات اول 7 سنوات بعيال. قالوا خلاص ايش رايك نروح نكفلنا ناخذ لنا يتيم ونجيبه عندنا في البيت. حلو. ونربيه ويكون معنا ومن هالكلام. يا سلام. طبعا اجراءات نظاميه. صحيح. مرت 10 سنوات بعد ما اخذوه يعني بعد 17 سنه رزقهم الله بولد. بعدها بسنتين رزقهم الله ببنت. بعدها ب3 سنين رزقهم الله ببنت. لا اله الا الله. المهم مرت السنين بعد ما توفى الرجال. اي والله توفى تعب المستشفى. ويوم احصى ورثه اجعله جنة. اي والله لقوا في ورثه فوق 50 مليون ريال. ما شاء الله. والله العظيم فوق 50 مليون من ضمنها مخططات اعرف انا شخصيا اللي هو ذا الرجال اللي تاخر عن الرجال. اي كيف جات هالملايين هذه بعد ما كفل هل الولد. خذ القصه هذه. واحد من الزملاء فتح محل حاسب الي. تذكر محل الحاسب الالي القديمه. فتح وقال انا بحط 20% من ارباحي لجمعيه ايتام معروفه. فسبحان الله رزق الله وفتح الله عليه. فالنية صارت عمل ففتح الفرع الثاني ثم غير المشروع فتح مشروع ثاني إلى أن وصل الآن إلى 30 فرع بسبب الصدقة. وقال نية نويتها من البداية لن أتوانى عنها وواصل الآن من رجال أعمال أثرياء بسبب الصدقة. يلي تتوانى عن الصدقة أبانا أمهاتنا أنتم ما يحتاج نوصيكم على الصدقة لأن والله ما أذكر أنا أعتقد حتى الشباب يأيدوني. أمي الله يمسيها بالخير وصبحها بالخير. والدي كل ما طلعت من الحلقه ناصر وانا ابوك ناصر وانا امك تبرع عني وعن امك في الوقف. احنا ما نعرف نتبرع عن طريق الجوالات. فابانا وامهاتنا ما يحتاج يوصون لكن اخواننا واخواتنا لان نحبكم نبي نتنافس لعمل الخير. ومعنا اتصال من سلطان من تمير. ويا هلا وسهلا فيك يا سلطان. يا مرحبا. مرحبا ترحب المطر حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله على الجميع من هذا المنبر. مرحبا يا ذا الرجال. مرحبا يا سلطان. ودي
صراحه اني اتبرع ب 100 ريال عني وعن والديني وسال الله ان يشفي مرضى المسلمين. امين يا رب العالمين. الله يوفقك. تحيه تحيه سلطان. تحيه تحيه. كمل رد كمل يا سلطان. كفايه سلطان. سلطان لبيه. كم عمرك؟ عمري 12 سنه. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك ويسعدك. جعلك تلبي حاج. امين. جعلك تلبي حاج يا سلطان. امين. وجعلك تلبي للرسول اللي ناداك في الجنه. الله يكبر. امين يا الله يرحمني. اجمعين ان شاء الله. ايه ناظر وقفه الحراج دي ما ادري ايش تبي. يا اخوي هذه وقفه خلوها. والله خلوها. يا ولد اسمع من الاخر ابغى فطاير. شباب اعطونا فطاير حتى انا جويع باكل. والله ما يجيبون. والله اللي يجيبون. ولد 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 ولد. ايه الحين احترم الفريق. لا انا احترمهم. ايه انتبه. بس تدري ليش جوعي حار؟ طيب شباب باقي ثلاث دقائق نختم. الان الجمعيه يرسلون لي تبرعات اول باول. فهد معيان ابشرك يا فهد وانت عن بعد على تلك الكراسي الحمر. ويقول الكراسي الحمر ما يجلس عليها وما يحب اللون الاحمر تحديدا الا من لديه مرض نفسي. هل هذا الكلام صحيح؟ يا مريض لا تشمت الاعداء علينا ابو. لا انا ما اقصد. لا تفهمني صح. لا تفهمني صح. كم لك عدو في ذا الدجال؟ انا ما لي عدو في الحياه الا واحد. خلاص ايوه. حتى ما يبعد داوى يعني. بس اعطونا فهد معيان يا شباب. كان صديق مخرج. والغيته من اللسته حقتي. كان رقم واحد والان رقم اثنين. لا كان رقم ان شاء الله. ان شاء الله قريبا سيعود واحد من جديد باذن الله. ان شاء الله ما بعد داوى ولا بشيء. هل تعلم ليش ما يعداوى؟ بس الغيته يا اخي. تدري ان فهد معيان اليوم تبرع بنية مفلح المشعلي على الهواء مباشرة لوقف الرحماء تبع جمعية عروة الخيرية ومفلح المشعلي راعي الطيب. مفلح المشعلي راعي الخير. مفلح المشعلي تبرع الرجال عن كمال الشحم. لا يغرك الشيطان. الله يجزاه خير. وما ترد عليه وتشكره. الله يجزاه خير. هو رد عليه حلو يقول له تجزاه خير تقول الشيطان. لا بس وجه طيب. انا جزاه الله خير. لا والله تبيني اتبرع عنه بعد؟ تبرع عنه. هذه لله 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 يا ابو عبد الله. لله لله بيض الله وجهك. لله. اتصال ناصر. ما احتاج شكر من احد. سم. تدري ليش المخرج ما قدر يجيب فهد؟ ليش؟ لان فهد من فرط الحركه اللي فيه جلس يدور من ورا المسرح ووصل فغطى الكاميرا بستاره. والله مغطى الكاميرا بستاره. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا يا فهد. هذا من الفضاوه. طيب اتصال اخير. نوير من المزاحمية. يا هلا بالقرى والهجر. يا هلا بالمدن. يا هلا بالمناطق في مملكتنا في المملكة العربية السعودية. نوير صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا نوير. حنا في الدقائق الأخيرة تتبرعين تبرع وعن من؟ أيوة أتبرع بمية سهم عن دحام بحيك وماجد. سهل دحام. يستاهل. يستاهل. شكرا. انس نوير اسمه صح؟ انس نوير. هذه تتصل كثير ولا لا؟ كان شفت اكثر من اتصال. الله يكتب اجرك. اتصلت معي. هذه اذكر اتصلت. شكرا يا انسه وبيض الله وجهك على هالمبادره. الفطائر وصلت يا حسين السرحاني. طيب شباب قبل الفطائر اعلن اعلان مهم جدا. هذا الاعلان ياتينا في الدقائق الاخيره من هذه الحمله. وكل يوم عندنا حمله في هذا المكان وفي تنافس بينكم. اعيد الجمهور. كل واحد من النجوم عنده مع جمهوره 1200 سهم. اللي ياخذ مع جمهوره 1200 سهم للمتسابق 20,000 ريال هديه من الجهه الراعيه. ويستاهل وقفتكم مع متسابقكم. الشيء الثاني الان كم وصلنا يا كنترول في النسبه والمكعبات؟ 10%. فهد معيان وحسين لا يغركم الجوع عن الخير. لا يا ابو عبد الله هذه عباده حتى نستزيد بها وانا اتقوى على هذه الله لا تستزيدون وحدكم. الله يجزاكم خير. قال لي مريم اهز اليك بجذع النخله. الله اكبر. الله لا يحرمنا من هالعلم. يقول لا تغرك الدنيا ترى دب الفطاير. دب الفطاير بس وعين خير. طيب ابشركم يا شباب. تعال ابشركم بشاره خير. بشاره خير. ايوه بشاره خير. ايوه لاننا الان نعلن وعلى بركه الله ها في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة نعلن بأن كل مكعب اللي تشوفونه أمامكم مشاهدين الكرام يمثل 1000 سهم. إذا قلنا 5% 1000 سهم. إذا قلنا 10% 1000 سهم يعني 2000. 15% 1000 سهم يعني 3000 سهم. الآن أعلن وعلى بركة الله بأن الأسهم وصلت وعلى بركة الله. قبل شوي كانت 10%. والآن كم؟ كم؟ 5%. كم؟ وصلت إلى 20% بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله.
الحمد لله. الله يقبلها الله يقبلها. مساعد وخر طلعوا طلعوا الشاشة عندنا هنا يا شباب. موجودة على الشاشة. أعطونا اللون الأخضر على الشاشة. اللون الأخضر أبي أشوفها عيانا بيانا. طلعوا لي الآن على الشاشة. ما شاء الله تبارك الله. يعني اليوم مفلح. اليوم كم جبنا؟ اليوم اللهم لك الحمد. كنا 10% الآن 20% 20% يعني 10%. اللهم لك الحمد. كلها بركات مشكلة كنت فادي معي. اللهم لك الحمد. الله يكرمك. الحمد لله والشكر. الله يجعلنا دائما أنا رد الدعاء. الله يجعلنا مباركا اينما كنا. ترى والله اني جاي ناصر شباب تراني جاي تراني جايب الكيكه متابعين الكاميرا موجود في الكنترول. الله يجزاك لو سمحت لو سمحت في مذيع هنا خليك معي. انا مساعدك. اي صح تراني جايب الكيكه وشارينها لكن في احد الطرفين لا زال مصر على عناده. انا موافق ويرفض الصلح لكن باذن الله تلين رؤوسهم قريبا. لا لا أنا موافق. لا 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 تتكلم كذا فهد. جمهورنا الغالي جمهور كيان بداية العظيم يعطيكم ألف عافية. بيض الله وجيكم. أنتم الرقم الصعب دائما دائما وأبدا. شكرا لكم. اللي كمل اليوم وقف 20 لا طالع 20% أي اللي كمل اليوم 20% بإذن الله تعالى قادر على 100% اللي كملها بمشيئة الله عز وجل 30% وجزاك الله خير. أنا موافق. تعال 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 فهد نبغى الكيكة. فهد وين الكيكة؟ أنا موافق ما يحتاج. فهد وين الكيكة؟ انت رايحين اخر بس هو رافض من ترى جيبها 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 على اني انا المقطع عليك كذا كذا بس يلا تقدير للمحقق لا عليك دقيقه انا موافق انا موافق ترى بعدين ما امشي خلاص خلاص موجوده انا عندي ترى نفسي محتفظ به. سالم ايش تقول؟ عندي نفسي دفتر محتفظ به. اليوم سجلت دحام جاه تبرع واحد مساعد جاه تبرع واحد بحيث اني اشوف اخر شيء اخر شيء من الاكبر جماهيريه. كنك شاعر محاور اصبر الاكبر من الاكبر جماهيريه. وش رايك يا بالفكره ذي يا ابو سلمت مفلح كني راعي يا ناصر وش رايك فيك؟ ارجع ارجع تعال تعال مفلح تعال خلصنا يا رجع ارجع مبلغ. رايك بالفكره هذه يا ناصر؟ انا موافق ترى والله فكره طيبه. انا اجمعها اشوف من اكثر جماهيريه. بيض الله وجهك مع اتصالات. بيض الله وجهك. طيب عطنا شاي يا عمران. طيب بدون شاي ما يصلح. طيب جمهورنا الكريم حسين خليك معي. حسين شم احنا الان دعم منكم الله يسلمك. دقيقه مبلغ لو سمحت فهد لو سمحت الان احنا واقفين بعد ما فرحنا اللهم لك الحمد ويا زين وقفتنا هذه بعد ما فرحنا اليوم بان 10% من وقف الرحماء تبع جمعيه عروه الخيريه تقرب الأحباب وبعدما كانوا في يوم من الأيام أصحاب ولكن هالدقائق كأنهم عن بعض أغراب نبي نرجعهم من جديد أغراب نبي نرجعهم من جديد أغراب ويكونون من جديد من ذوي الألباب. بعض الناس رافض أبو عبد الله. لا لا إن شاء الله يا أبو عبد الله صل على رسول الله. أولا بيض الله وجهك جمل الله حالك. أنا عارف باللي في خاطرك يا أخوي. تعال معي عند يا أبو عبد الله. أنا عارف باللي في خاطرك وبيض الله وجهك ومن هالمنبر اقول لك جعلك تسلم. انت وافي. الكيكه وصلت الكيكه وصلت الكيكه وصلت. يا سلام يا سلام يا سلام. لا والله جيبها جيبها جيبها. مبلح 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 والله ما ترد الرجال. يمون عليك ومون على بعد. وشوفها يا ابو انا موافق. متصالحين مبلح. قول لا اله الا الله. مبلح والله عليكم. طيب ما خالف تعال صحيح قسم بالله احنا صالحين. قدر جيتنا قدر كيكتنا ممكن دقيقه قدر كيكتنا بس قدر الفتره. انا معلمه كل شيء ابو عبد الله معلمه. تعال 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 والله اني معلمه. انت تعال ابو عبد الله هو خابر ترى ما راح عندي بساعه طول البرنامج. طيب هذه الكيكه زين مكتوب ايش يا شباب؟ رمضان عطونا سكين يا ازهر زاهر وازهر جوالي وينه؟ باذن الله وصلح. باذن الله الى عوده العلاقات من جديد. ولازم تعلمون يا شباب دقيقه خليني بكلام جاد جدا لانه بعض الجمهور لا زال يعتقد بان هذه من الاكشن من الشو. لا زال يعتقد دقيقه لا زال يعتقدون بان هذا اكشن وهذا شو صنعه ناصر الغامدي وفهد معيان وابن المشعلي لاجل المشاهدات. الله احنا في غنى عن المشاهدات مغنين الله بمئات الالاف من المشاهدات زين والله مو بشو مو بشو ولا عندي لا حدث ولا عندي نور كلها. هذا واحد شوي يا اخوي الله يرحم امك. انت ما تعرف تصور. ثانيه شباب في كاميرات ترى قيمتها من الملايين. طيب ثانيا اللي ابغى اقوله انه مفلح فهد معيان انا ما جايكم معلوم من المراجل اللي انتم من اهلها. انا بجيكم من انا قد انا قد تكلمت كل يوم وعطيتني تمني ابو عبد الله. انت بكيفك الان كيفك لكن انا بذكرك بشيء. الاعمال ترجع الى الله في كل يوم اثنين. خليني اكمل
لكل يوم اثنين، فأنت تصوم وتصلي وتتصدق، ها، فحرام بأن عملك الطيب لا يرفع بسبب مشكلة الله أكبر في حاز في خاطر أخوك. الله أكبر. مع العلم يا أبو عبد الله، مع العلم إحنا أصلحنا أمس، بس ما أدري أبو سعد راح ما أدري اشتغل. خلاص أنت أبو حسن. أمون عليكم، نبغى مشاركة مشاركة. أمسك الكيكة مفلح، انطلها بسم الله شباب. أحلى تحية، وارفع الشارة يا أبو مهندس صوت فوق، لازم تصابح مبروك. أربع الشارة، أربع الشارة، أربع الشارة، نزيدك نزيدك. يا سلام. أولاً عبد الإله، عبد الإله، عبد الإله، الله يسلمك. ظاهر على وضح النقاش. انا والله اني كنت رافض رفض تام، خلي يتكلم انه يكون الصلح امام الملأ وهو خابر وعبد الله، ولكن هو يدري انه غالي عندي، وعلى ما قال المثل حصن انت صاقلت ولا بعدها الا كل علم طيب. ان جار الله يطول عمرك، انا اعتذر من ابو سعد، الله يطول عمرك. يا سلام يا سلام يا سلام، عادت المياه الى مجاريها، اللهم لك الحمد ولك الشكر. والله ونعم ونعم يا مبلح ونعم. صورة صورة معك. أربع الشارة فوق، أربع الشارة فوق، بسم الله. رمضان أزهر 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 رمضان. إن شاء الله عشرين يوم بسيط. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وقبل هنا خير الشهور رمضان، يا كثر السرور محتار في القلب الشعور. على وضح النقا يا مرحبا يا مرحبا، بأحلى ليالينا هنا تاهر.